الجديد الفني من بعد ستاني هو انني تنوجد الاغنيه ان شاء الله الله يسر فيها بعنوان مسخيت. ما غاديش ندوي عليها بزاف, انما غادي تكون عام قريب, غادي يكون السين ديالي حيت تنبقى ستاني خدمته مع ياسين اتوميك اللي هو الكومبوزيتور. تنحس بيه بان هذيك خدمه ديالو, هذاك عمل ديالو, انا غير مغني فوق منه. دونك هذيك فكره ديالتي ياسين, الفكره ديالتي انا اللي باغي نغني هي اللي نجي في هذا العمل الجديد. وغادي يكونوا اعمال, غادي يكون بروجي راب حيت عندي بزاف ديال لي فان اللي شحال هذه ما غنيتش الراب. انا جاي لشي عامين دابا خصني نعطيهم واحد البرودوي راب, وغادي يكونوا اعمال اخرى. جاكوار العطاء معايا, عايش معايا في الدم. ما تنقدرش ما نخرجش الجديد, ما تنقدرش ما نبدعش, ما تنقدرش انني ما نعطيش شي حاجه اللي هي جديده ولا نرجع للور, سواء بالدعم ديال بلادي او ديال الناس, ولا سواء بلا دعم ديالهم انا راه تنعطي, انما تنتمنى الدعم ديال بلادي.